بحث وزير الموارد المائية والري سويلم مع عدد من قيادات الوزارة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وذلك لضمان توفير الاحتياجات المائية في عدد من المواقع بشبكة الترع على مستوى الجمهورية والتي كانت تعد من مناطق الأزمات سابقا كما أعلن وزير الري تعامل الوزارة بنجاح مع النقاط الساخنة التي كانت تواجه أزمات في توزيع المياه